أذرع إيران تمتد في كل مناحي الحياة بمناطق الأسد. بنك وعمليات ترانزيت إيرانية ضمن خطة إيفاء ديون الأسد لطهران. للتحقيق معه ومحاكمته، توقيف قيادي سابق في سلطة الأسد في هولندا متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية. الدفاع المدني يطلق تحذيرات لأهالي المخيمات من اشتداد الرياح والأمطار مع استمرار المنخفض الجوي. نشرة أخبار المنتصف، أهلا بكم. تعمل إيران على استرداد ديونها المترتبة على سلطة الأسد من خلال تنويع الاستثمارات في مناطق سيطرة سلطة الأسد وربطها باتفاقيات ومعاهدات عسكرية واقتصادية وتجارية تزيد من قوة النفوذ الإيراني في مؤسسات سلطة الأسد بل وعموم المنطقة. تتزايد التحركات الإيرانية في سوريا حدة في تعاطيها وتوسعا مع سلطة الأسد، خاصة مع تراكم الديون بسبب الدعم الإيراني المتعدد للأسد ومساعدته للحفاظ على كرسيه الذي هددته ثورة 2011. وفي ظل عجز الأسد الاقتصادي تحاول طهران تحصيل ديونها المترتبة عليه من خلال الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية وربط سلطة الأسد بشبكة من المعاهدات تخول إيران العمل في شتى المجالات في سوريا. فكانت شركة وفا للاتصالات مشغل إيران الذي أصبح الأقوى في سوريا، وكثير من الجامعات السورية ربطت مع جامعات إيرانية، وشراء عقارات والسيطرة على البنى التحتية والحيوية كالمطارات والمرافق، وآخرها هو افتتاح بنك إيراني في سوريا مزمع في بداية عام 2024، ما يسهل التعاملات بالعملات المحلية بين سلطة الأسد وإيران وفق ما أعلن البنك المركزي التابع لسلطة الأسد. كما تستخدم الميليشيات التابعة لإيران الأراضي السورية لصناعة وتجارة المخدرات، وفي مقدمتها حبوب الكبتاغون التي انتشرت تجارتها منذ سيطرة إيران على مساحات واسعة من سوريا، وضبطت مئات الحمولات المتجهة نحو الأردن ودول الخليج العربي. وضمن مشروع التوسع والهيمنة، أعلنت وزارة النقل الإيرانية قرب إنشاء معاهد تأمينية ومصرفية مشتركة بالإضافة إلى مناطق تجارة حرة. وشدد وزير النقل والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بازرباش على ضرورة الانتهاء من مشروع خط السكة الحديدية بين طهران ودمشق لتسهيل عمليات النقل والترانزيت بين إيران والعراق وسوريا، مشيرا إلى استعداد إيران لدراسة إعادة بناء خطوط السكك المتضررة في سوريا. هذه الاتفاقات والمعاهدات كانت محور زيارة حسين عرنوس رئيس حكومة الأسد إلى إيران للتوقيع وإبداء الموافقة عن بداية هذه المشاريع التي تزيد من نفوذ إيران في سوريا وتسلب المواطنين في مناطق سيطرة الأسد حقهم في الاستثمار بوطنهم على شكل ديون ودعم سياسي وعسكري ثم استثمارات أجنبية مفتوحة للتغطية على العجز عن السداد. اليوم إلى سوريا. ومعنا الدكتور فراس شعوة الباحث والأكاديمي الاقتصادي معي من إسطنبول، حياك الله. في البداية، ما هو الوضع الاقتصادي للاتفاقيات أو القانوني أيضا للاتفاقيات والمعاهدات بين إيران وسلطة الأسد، وهل هي ملزمة لسوريا أو ملزمة لسوريا أو لسلطة الأسد فقط؟ تحية طيبة. يعني اليوم العلاقة الإيرانية السورية علاقة يعني قديمة، كانت اقتصاديا وسياسيا، ولكن توطدت بعد الثورة السورية وسيطرت إيران بشكل كلي على قطاعات كثيرة من الاقتصاد السوري، وخاصة بعد عام 2018، حيث ذكر رئيس مصلحة تشخيص النظام أن إيران سوف تستعيد كامل الأموال التي دفعتها في سوريا، وبالتالي هذا كان مؤشر على بدء استثمار إيران للأزمة السورية لكي تكون منطلق للبضائع الإيرانية من خلال السيطرة على مراكز الإنتاج، من خلال السيطرة على البنى التحتية، من خلال السيطرة على القطاعات الحيوية في سوريا، طبعا بالتنسيق مع الروس. الإيرانيين كانوا بسبب سطوتهم ونفوذهم في سوريا كانوا يقعون معاهدات إذعان، هي إذعان على النظام، يعني النظام ليس لديه القدرة على رفض، فهو فقط يوقع ويوافق على هذه الشروط دون أي مواربة.
ما جرى مؤخرا من خلال السماح للعراقيين والإيرانيين الدخول إلى سوريا والتعامل بالعملة الإيرانية بشكل كامل، هذا مؤشر على أنه السلطة الإيرانية سيطرت بشكل كلي على الاقتصاد السوري، سيطرت بشكل حساس وممنهج على قطاعات كثيرة من المفاصل الحيوية في سوريا، وبالتالي اليوم تسعى إيران لأن تكون سوريا منطلق في البضائع الإيرانية، منطلق للإتفاف على العقوبات على إيران من خلال الموانئ السورية ومن خلال فتح المعابر ما بين لبنان، سوريا، العراق. وبالتالي دكتور فراس، أشرت حضرتك بأن إيران تعهدت باستيفاء كامل الأموال التي أنفقتها في سوريا على الحرب لمناصرة الأسد، برأيك بهذه السياسة التي تنتهجها الآن هل تستطيع سلطة الأسد إيفاء هذه الديون الإيرانية بهذه الطريقة؟ طبعا، يعني اليوم سلطة الأسد ليس لديها الأموال ولكن لديها تقديم الامتيازات، تقديم القطاعات، وهو ما حدث في كثير من القطاعات سواء على بناء الاتصالات أو الفوسفات أو الطرق أو الكهرباء أو حتى أيضا القطاع المصرفي والقطاع الاتصالات، وبالتالي هذا مؤشر أن النظام عاجز عن السداد، وبالتالي هو يقوم بالحل الآخر وبتقديم تنازلات وبتقديم امتيازات وبتقديم اتفاقيات ترغب إيران في الاستمرار في الدعم وتحافظ على النظام وبقاء النظام في السلطة. هذا ما يجري اليوم في سوريا. لا، يعني عندما تتحدث عن مفاصل حيوية وحساسة في الاقتصاد السوري يتم تأجيرها أو منحها لقطاعات سواء كانت إيرانية أو روسية، فمن هنا تدرك حجم المعاناة التي يعانيها النظام في الضغط عليه. يعني منذ فترة سنة إلى اليوم توالت الزيارات الإيرانية والرؤساء الإيرانيين والمسؤولين الإيرانيين إلى سوريا للتسريع في عملية الإنجاز، وهناك نعم، وبالتالي يعني أنت وصفت هذه الحالة، نعم، وأنت وصفت هذه الحالة بأنها إذعان من قبل سلطة الأسد للمطالب والاستثمارات الإيرانية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فراس شعوة، الباحث والأكاديمي الاقتصادي، كنت معي من إسطنبول. ألقت الشرطة الهولندية القبض على لاجئ سوري للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية بما فيها التعذيب والاغتصاب في سوريا، وفي ذات السياق وسعت كلا من أمريكا وبريطانيا عقوباتهم لتشمل شخصيات من مسؤولي سلطة الأسد. تتصاعد العقوبات على مسؤولي الأسد وتتوالى الاعتقالات للعناصر التابعة له في المحاكم الأوروبية. السلطات الهولندية اعتقلت مؤخرا سوريا يبلغ من العمر 55 عاما حصل على حق اللجوء المؤقت للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية عندما كان يشغل رئيس فريق استجواب في ميليشيا الدفاع الوطنية التابعة لسلطة الأسد في منطقة السلمية شرقي حماة. مصدر حقوقي خاص أكد لحلب اليوم توفر 3 شهود ومدعيين 2 ضد المتهم، وأن الأدلة تم جمعها وتقديمها إلى المدعي العام الذي أمر باعتقاله. وكانت السلطات الهولندية اعتقلت في أيار 2022 لاجئا سوريا عمل عنصرا في ميليشيا لواء القدس الفلسطيني بعدما ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وكما الاعتقالات التي طالت العناصر، تزايدت العقوبات الغربية على مسؤولي الأسد، آخرها عقوبات أمريكية على 11 مسؤولا في سلطة الأسد. قالت الخارجية الأمريكية إنهم مرتبطون بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأشارت في بيان إلى أنها تسعى لفرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولا سوريا وأفرادا آخرين من عوائل المشمولين بالقيود. العقوبات الأمريكية تزامنت مع عقوبات بريطانية على 8 من مسؤولي سلطة الأسد، من ضمنهم 6 وزراء واللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين. وبالرغم من هذه التحركات القضائية إلا أن سلطة الأسد ما زالت تنتهك حقوق السوريين منذ بداية الثورة وحتى الآن. تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها لن تتوقف دون محاسبة الأسد وسلطته والقصاص منهم. قتل وأصيب أكثر من 30 شخصا جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات الأسد على مدينة إدلب وريفها. تفاصيل أكثر مع مراسلنا خلف جمعة.
في هذا المكان داخل مدينة إدلب تحديدا حي الصليبة، قذيفة صاروخية سقطت في هذا الحي، المحال التجارية المستهدفة تظهر في الصورة أمام حضراتكم. في هذا المحل تحديدا قتل شخصان وأصيب أكثر من 10 آخرين. ربما نلتقي بأحد سكان الحي. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احكي لنا شو الوضع اللي كان. والله كنا قاعدين عم نتغدى. عيسى الله لا يوفقه إن شاء الله، الله يحرق نفسه. إيش ذنبه العالم الأطفال اللي ماتت هلا؟ الله لا يوفقه إن شاء الله يا رب. كم شخص الإصابات والشهداء؟ والله ما عديناك، والله كتار. كتار، الله لا يوفقه إن شاء الله. ودز الصاروخ هوني هلا تقول يا ويلي، جاي عم باخذ أغراض الدكان ما لقيت إلا نزلوا. الله لا يوفقه إن شاء الله، الله يحرق نفسه إن شاء الله. إذا الإصابات وحصيلة الإصابات، حصيلة هذا القصف لا زالت نهائية حتى الآن. ذكرت فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف استشهاد 4 أشخاص وإصابات تجاوزت 20 بين مدينة إدلب ومدينة آفس وسرمين والنيرب، لأن القصف كان متزامن على هذه المناطق. ما زالت فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف تتجول في المنطقة بحثاً عن إصابات. فرق الدفاع المدني تعمل الآن على فتح الطريق وتسيير أمور المدنيين الموجودين في المنطقة، تحذيرات من المراصد الحربية خوفاً من عودة الاستهدافات وتجدد الرمايات على أحياء مدينة إدلب. خلف جمعة، حلب اليوم، مدينة إدلب. تصاعدت العمليات العسكرية والهجمات ضد قوات الأسد في البادية السورية خلال اليومين الأخيرين، ما أدى إلى مصرع العديد من العناصر والرتب العسكرية. ونقلت شبكة شام عن مصادر مقتل العقيد في قوات الأسد كريم عمار التابع للمخابرات الجوية فرع البادية بهجوم أوقعه مع عنصرين آخرين. وأكدت وكالة نورث بريس المحلية نقلا عن مصدر عسكري مقتل 3 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط بهجوم شنه مسلحون مجهولون استهدف سيارتهم بريف حمص، فيما تعرض مواقع لقوات الأسد أو تعرضت مواقع لقوات الأسد وميليشيا الدفاع المدني أو الوطني لهجمات في كل من القورية والميادين والبوكمال في ريف دير الزور. أقامت رابطة معتقلي سجن صيد نايع فعالية لتوضيح آليات عمل مشروع جبر الضرر الذي قدمت من خلاله دعما ماديا لمعتقلين سابقين في سجون الأسد. المزيد في هذا التقرير. لا تغيب عن المعتقلين لحظات اعتقالهم وما مروا به من تعذيب على يد سجانهم، وكثير منهم بعد نجاتهم من تلك السجون يعيشون حياة أخرى لا تشبه الحياة العادية. اضطرابات وخوف ومشاكل نفسية جمة خلفتها فترات الاعتقال. رابطة معتقلي سجن صيدنية حاولت التخفيف من وطأة ما يقاسيه الناجون من المعتقلات خاصة في بلاد اللجوء، فكان مشروع جبر الضرر الذي قدم مبالغ مالية تتيح للناجين القيام بمشروعات صغيرة أو أعمال أخرى. إذ نظرنا إلى الناجين فالأمر لا يقتصر على معاناتهم في الاحتجاز وحسب، معظمهم عانوا أيضا من العنف الجنسي بسبب النزاع خارج مراكز الاحتجاز. لقد عانوا هناك، وعندما تم الإفراج عنهم بدأ كابوسهم الجديد، حيث اضطروا إلى النزوح وفقدوا أسرهم ولم يحصلوا على عمل واضطروا لبدء حياة جديدة. لذلك نحن بحاجة للاستجابة لهم لأنهم يجدون أنفسهم في وضع ضعيف جدا. تعمل الرابطة منذ تأسيسها على توثيق الانتهاكات الحاصلة في سجن صيدنايا التابع لسلطة الأسد، وتوسعت مؤخرا ليشمل عملها السجون السورية بشكل كامل والتي تديرها جميع الأطراف في سوريا. يعني هلا اولا ربطت معتقلين المفقودين سجن صيدنايا لنهايه 2020، كنا نحن فقط نوثق عن الانتهاكات اللي صارت بسجن صيدنايا مع الناجين والناجين من سجن صيدنايا، لانه سجن صيدنايا ما في نساء يعني للامانه. ولكن من بدايه 2021 نحن بدانا نوثق مع كافه الناجين والناجيات من كافه اماكن الاحتجاز بسوريا تحت المناطق الموجوده ب سيطرة النظام، وأيضا القوى المسيطرة على الأرض من قسد، الناجين من أماكن احتجاز داعش والنصرة والقوى المسيطرة الأخرى.
تعتقل سلطة الأسد قرابة 135 ألف مدني بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يزداد عددهم كل يوم في وقت لا يمكن تقدير عدد المخفيين قسرا في سوريا. أما من نجا من تلك السجون فيعيش حالة غير مستقرة على جميع الأصعدة. نشاتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حفل الختان طقوس يحافظ عليها أهالي مدينة حمص ويتميزون بها عن بقية المناطق السورية. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف. حذر الدفاع المدني السوري أهالي المخيمات في الشمال السوري من منخفض جوي مستمر خلال اليومين القادمين وترافق بأمطار وعواصف رعدية، ودعت الخوذ البيضاء إلى تثبيت الخيام بشكل جيد وإبعادها عن مجاري السيول وعدم إشعال النار في محيط الخيام، وذلك بسبب استمرار المنخفض الجوي والأمطار والعواصف. ونبهت المنظمة الأهالي إلى ضرورة فصل ألواح الطاقة الشمسية عن البطاريات لتجنب الصواعق وحدوث حرائق وانفجارات وضرر في الأجهزة الكهربائية ومدخرات الطاقة. وتسببت الأمطار بتضرر أكثر من 22 مخيما في مناطق متفرقة من الشمال السوري، حيث أغرقت سيول الأمطار عشرات الخيام بينما اقتلعت الرياح الشديدة العديد منها. ومعنا حميد قطيني متطوع في الدفاع المدني السوري معي من إدلب، حياك الله. في البداية، ما هي التوصيات لأهالي المخيمات من أجل مواجهة المنخفض الجوي الذي تحذرون منه؟ أهلا بكم، حياكم الله. بالتأكيد كما هو الحال في كل الشتاء، عواصف منخفضات جوية وأمطار تزيد معاناة المهجرين بالمخيمات في كل عام. نحاول من خلال أعمالنا المستمرة تخفيف آثار الكارثية اللي عم تصير بالخيام وأهل الخيام وبالمخيمات من خلال الأعمال الخدمية والمشاريع اللي عم نقوم فيها، أيضا من خلال التحذيرات المستمرة من العواصف والأمطار والهطولات المطرية. بالتأكيد نحن نرسل بشكل دائم التحذيرات للأهالي بضرورة عدم إنشاء خيام في الوديان وأماكن تجمع المياه، أيضا إبعادها عن مجاري السيول والقرب بالقرب من مجاري الأنهار لكي لا يحدث فيضان لمياه الأمطار والسيول. هل تقوم فرق الدفاع المدني بالتجول في المخيمات أم تخاطبون إدارة المخيمات؟ وهل هناك استجابة لهذه التحذيرات؟ نعم، بالتأكيد نحن نقوم بإرسال التحذيرات بشكل دائم لأهالي المخيمات ومدراءها، وأيضا نقوم بالأعمال المساعدة على تخفيف الكارثة من خلال إنشاء السواتر الترابية على أطراف المخيمات، وهي التي تحول دون السيول ودون الوصول إلى الخيام. بالتأكيد أيضا نحن نقوم أيضا بأعمال بفتح قنوات لتصريف المياه سواء كان بالمخيمات أو بجوارها. أشكرك السيد حميد قطيني متطوع في الدفاع المدني السوري، كنت معي من إدلب. نظم المكتب الرياضي في المجلس المحلي بالتعاون مع منظمة الرواد ووزارة الرياضة والشباب التركية، نظموا وقفة وفعالية نصرة لغزة تحت مسمى غزة ستنتصر ولو بعد حين. نتواجد الآن داخل الصالة الرياضية وسط مدينة عفرين، خلفي تماما تقام هذه الفعالية للتضامن مع أهالي غزة. المكتب الرياضي في المجلس المحلي وبالتعاون مع منظمة الرواد للتنمية ووزارة الرياضة والشباب التركية نظموا هذه الفعالية تحت مسمى غزة ستنتصر ولو بعد حين، للتأكيد على الوقوف مع أهالي غزة ضد ما يتعرضون له من قصف إسرائيلي وعملية اجتياح. لمعرفة التفاصيل أكثر عن هذه الوقفة والرسائل التي يرغب المنظمون لهذه الوقفة إيصالها، يسرنا أن نلتقي بأحد منظمي هذه الوقفة. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم أستاذ. عرفنا حضرتك بداية. أنا أكرم هاشم، مدير مشروع الرواد الثقافي في منظمة الرواد للتعاون والتنمية. أهلا بكم أستاذ أكرم. من خلال هذه الفعالية شو الرسائل حابين توصلوها أنتم لأهالي غزة؟
طبعا نحن كلنا عم نشوف الحرب التي استمرت لمدة التي ما تزال مستمرة لمدة 70 يوم في غزة، يقتل فيها النساء والأطفال، تدمر فيها البلاد. نحن كشعب سوري عشنا نفس هي المعاناة بهي الفعالية اليوم اللي نفذوها أطفالنا من روضات الرواد. نحن نركز على الأطفال حتى يحملوا هي القضية بقلوبهم وحتى يوصلوها للناس. أيضا قدمنا فقرة مسرحية من تنظيم معهد الرواد الثقافي. الهدف من هي الفعالية إنه أبنائنا يعيشوا هذه المعاناة ويظلوا متذكرينها بقلوبهم، وأيضا نوصل صوتنا للعالم المتخاذل تجاه الشعب الفلسطيني. برايك استاذ اكرم انه هاي الفعاليه من خلال هاي المشاركه برايك قادره تخفف شيء من معاناه اهل غزه خلال ما تعرضوا؟ نحن اولا بهمنا انه ابنائنا يعرفوا هي القضيه بحيث انه ما تموت. غزه ستنتصر ولو بعد حين. اذا اليوم نحن تالمنا كثير لكن النصر نحن في عنا امل بالله كبير، طالما نحن مؤمنين بقضيتنا فرح نوصل لهذا النصر. هاي الفعاليه اللي نحن عم نقيمها بتخلي أجيالنا وأبنائنا اللي شفتوهم اليوم يظلوا محافظين على القضية الفلسطينية. أما بالوقت الحالي فأكيد أكيد لها فائدة إعلامية كبيرة. نحن كشعب سوري نتبنى القضية الفلسطينية ونحن أقدر الناس على أن نوصل صوت الفلسطينيين للعالم الحر. شكرا لك أستاذك. الله يبارك فيكم أستاذ. نعم، على مدار أكثر من شهرين مضيا تستمر الفعاليات والمظاهرات التضامنية مع أهل غزة في عموم مناطق الشمال المحرر ليؤكد أهالي الشمال أنهم مع غزة في هذا العدوان الإسرائيلي الذي تتعرض له، وأن الجرح واحد وما تتعرض له غزة اليوم تعرض له الشعب السوري على مدار 12 عاما. الجرح واحد والقضية واحدة وإن اختلفت الأوصاف. أحمد شمالي، حلب اليوم، مدينة عفرين. العربية تجمعنا. تحت هذا الشعار انطلقت فعالية المعرض الدولي للكتاب العربي في نسخته الثامنة بمشاركة أكثر من 250 دار نشر تمثل 30 دولة حول العالم، ويتضمن المعرض 150 ألف عنوان لكتب متنوعة. التقرير والتفاصيل. ونبدأ على بركة الله. بسم الله. بفضل الله عز وجل اليوم افتتحنا الدورة الثامنة لمعرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. هذه الدورة تأتي متميزة على الدورات التي قبلها بحجم المشاركة الخارجية، حيث يشارك معنا في هذه السنة أكثر من 250 ناشر من 30 دولة عربية وغير عربية بأكثر من 150 ألف عنوان. المعرض طبعا أكبر من كونه معرض كتاب، فيه أنشطة لها علاقة بالكتاب والثقافة العربية، محاضرات، ندوات، أمسيات شعرية، أمسيات أدبية، حفلات توقيع الكتاب في جناح لأنشطة الأطفال، جناح لأنشطة طلاب الجامعات يشارك فيه عدد كبير من اتحادات طلبة الجامعات لا سيما اتحادات الطلبة العرب. هذا المعرض الدولي للكتب العربي هو معرض أكبر معرض الآن في خارج أي بلدة عربية، وحتى في كثير من الدول العربية مستحيل أن يعقد مثل هذا المعارض الكتب هنا، ويعني يساهم فيه من 30 دولة من بينهم دول عربية وغير عربية الذين ينشروا الكتب العربي، ومن حوالي 250 ناشر الآن هم مساهمين في هذا المعرض، وكل سنة يستمر. والأهم شيء في هذا المعرض الحمد لله صار فيه استمرار، الآن يعقد المعرض الثامن، فترة الثامن في هذا المعرض، والاستمرار هو شيء مهم جدا لأن يكون أي فعالية تكون تقليدية. اليوم نحن مشاركين في معرض الكتاب، وهذه المشاركة الأولى للمركز في مثل هذه الفعالية اللي تجمع المجتمع العربي أو الناطق بالعربية الموجود في إسطنبول وفي تركيا، وهي فعالية ثقافية يعني يقدم فيها أصحاب الفكر وأصحاب الكتابات جزء من روايتهم وإنتاجهم المعرفي، فهي فرصة نلتقي بالجمهور العربي والجمهور السوري خاصة المهتمين بهذا الموضوع. لدينا مجموعة إصدارات أصدر مركز الحوار السوري هذا العام على شكل كتب، وهي نتيجة لسلسلة من الأعمال البحثية اللي استمرت لسنوات واستغرقت جهود كبيرة بهذا المجال. احتفالية مميزة بمناسبة ختان أحد أطفال مدينة حمص، تبدأ بالعراضة الحمصية والأناشيد الدينية ثم حلاقة شعر الطفل ووزنه بالذهب أو الفضة
والتصدق به، بالإضافة إلى توزيع الحلويات والرقص مع الطفل من قبل أقاربه بحضور جمع من المدعوين. مناسبة حفل طهور وما يسمى باللغة الفصحى ختان الطفل من أبناء مدينة حمص. هذه العادة موجودة فقط في مدينة حمص وهي متوارثة عبر الأجداد. في هذه الحالة نقوم بختان الطفل وقص شعر رأسه حلاقة ووزن هذا الشعر والتصدق بقيمته ذهبا أو فضة، وهي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يتم هذا الحفل؟ يتم من خلال استقبال الطفل بعراضة حمصية معروفة عند أبناء مدينة حمص. بعد هذه العراضة يقوم بعض الشباب بحمل الطفل والرقص معه، ثم الطهور والحلاقة. إضافة لهذا الشيء نحن دائما نقوم بتوزيع الحلوى وتوزيع الشراب. أيضا يوجد دائما هناك موعظة من قبل أحد طلاب العلم تقدم للموجودين بالحفل. يحضر هذا الحفل لفيف من أبناء الحي، من الأقارب، من الأصدقاء، من الأصحاب. يقابل في الجهة الثانية عند النساء حفل مماثل أيضا وتوزيع الحلوى ودعوة الأقارب والأصدقاء. هذا ما كان يحدث عندنا في مدينة حمص عند وجود طفل جديد، عندما يرزق الله أي عائلة طفل جديد. حاليا نحن نقيم في الشمال السوري. في الشمال السوري نعيد حاليا إحياء هذه العادة الجميلة جدا، ولكن إضافة إلى دعوة الأهل والأصدقاء والأصحاب نقوم بدعوة أبناء المناطق الأخرى من كافة المدن والمحافظات السورية. نفعل ذلك من أجل أن يكون هناك نشر لهذه العادة في كافة المناطق السورية. هذه العادة رائعة وجميلة جدا، تنشر الفرحة والبهجة والسرور وتنشر الألفة والمحبة بين أبناء الشعب السوري. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.